شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرص عمل في كبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية. 1. مطلوب مدير مشروع صيانة طرق مدني، خبرة من 10 سنوات إلى 15 سنة. 2. مطلوب مهندس مواقع طرق، خبرة من 5 سنوات إلى 9 سنوات. 3. مطلوب مهندس ميكانيكا، خبرة في إدارة ورشة معدات ثقيلة، خبرة من 5 سنوات إلى 10 سنوات. 4. مطلوب مهندس أمن وسلامة. 5. مطلوب فني مختبر جيولوجي علوم. 6. مطلوب مراقب طرق. 7. مطلوب ميكانيكي هيدروليك. 8. مطلوب ميكانيكي نقل ثقيل. 9. مطلوب ميكانيكي معدات. 10. مطلوب سائق جريدر. المقابلة يوم الاثنين الموافق 9/12/2019 الساعة 11 صباحا في مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون. أرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تتمنى لكم التوفيق.